مرحبا، صباح الخير، كيفكم يا أحلى متابعين؟ راح أرتب اليوم معكم غرفة بناتي. تعرفون إذا صار في طفل في الغرفة تتكركب، وغير مفطون بنتي جايبت لها أشياء من شئن وحابة إني أحطها لها. وهنا سرير فاطمة، مختارة هذه الأشياء من شئن. هذه تلزق على الجدار، وهذه الورقة، وهذا برضو زي السحرية راح أولعها لكم. هي شابكة أنا الأباجورة، هنا حاطة جنبها الكوميدينا. طبعا فيه بالتفصيل، أنا كنت متنفسة في بيتي وكان النفاس بهذه الغرفة. إن شاء الله أحط لكم الرابط فوق في اللينك أو في صندوق الوصف، وتشوفون مقطع الغرفة أول ما جهزناها وضبطناها للنفاس. كانت تصريفة الغرفة غير، شرحت لكم بالتفصيل داخل الأدراج. كانت السرير غير مرتبة، شغلت الإضاءات، تشوفون الغرفة شكل ثاني بالإضاءات. طبعا هذه الأدراج من أيام النفاس كنت شاريت لها مسكات ذهبية، وسبحان الله ما تيسرت لحد الآن، عندي المسكات ما ركبناها. هنا فطومي حاطة سجادتها تبع الصلاة، أنا صفطتها حطيت لها تحت. هذه من زمان عندي، أختي جابتها من تركيا هدية، بدأت تخرب، يلا تمشي. الفراشات هذه من موقع شيئن، وأشكال أنواع عندهم، ادخلوا بس واختاروا، مرة حلوة تطلع جو. هنا ثلاثية الأبعاد، راح أشغل هذه لكم تشوفون إضاءتها حلوة. طبعا تشتغل بإضاءة بالفيش وتشتغل بالحجر، حلوة. هنا مرة نورها كذا رايق، شوفوا هنا مكان الحجر، إذا أبغى حجر ما أبغى فيش أو عادي فيش يشبك هنا. هقفل الستارة أوريكم الغرفة بالنور كأنها ليل، يعني بوريكم هذه الإضاءة حلوة مرة مع حريموت. بوريكم هذه الإضاءة حريموت، حطيتها بالدرج من شئن، مرة حلوة، درجت فيها وردي، مرة ألوانها تحب هذا الأزرق، هذا الوردي اللي تو.
أبيض فيه، بس ترى الألوان تقريبا تطلع لكم تتشابه بالتصوير. هذا أورنج، هذا الوردي، ترى هذا أصفر في الحقيقة طالع لكم أزرق، هذا برتقالي، مرة كثيرة كثيرة. وفي طويلين متكسرين، وفي كم يقعد من ساعة مشغل. أوريكم إياها بالإضاءة الواطية، هذا الوردي، هذا أبيض، هذا سماوي، بنفسجي، أحمر، أزرق، أخضر، وكل لون له درجات. والطولين تكسرين، مرة حلوة. اللي تبيها تطلبها رخيصة ترى، بس تطلب 3 متر. بنتي غلطت وطلبت 1 متر، فصار بس على القسم حقها. قلت إن شاء الله مستقبلا نجيب 3 متر عشان يكون على كل الكوميدينا. لزق بدبل فيس من ورا، فيها منها وفيها تفكينا وتلزقينا، والفيش يو اس بي شبكنا بالشاحن. راح أرتب لكم هذه الكركبة وأرجع لكم، راح أرتبها بالأدراج. وخلصت أخيرا وراح أستعرض معكم الترتيب. طبعا أنا التصوير اللي قبل كنت مصورت لكم داخل الدروج من فوق الطاولة التسريحة، بس اكتشفت لما جيت امنتج طالع التصوير كله اسود، ما ادري ليش انحذف المقطع، فرجعت اصوره لكم وبنزله مع المقطع ادمجة. يعني ممكن تستغربون بعض الاشياء تغيرت شوي. من ضمن الاشياء اللي تغيرت، اضفت هذا المكان لاغراض العناية لبنتي، كان قبل بس هذا حق التوك، وهذا في أدوات كذا أشياء لها، شباصات، مراية، مشط، كمامة، شباصات شعر، فأضفت هذا في عنايتها كلها. وما أدري ليه ما أخذ حقي، شكلها مخربطة بين حقي وحقها، أو ما لقيت حقي أخذت حقي. هذا تبعي وهذا تبعها. المهم عندها هذه السفنجة طلبتها من شئن، هذه تنظف فيها الوجه، وهذه برضو الفرشة مع البصول، هذه حلوة. من هنا سيليكون تنظفين فيها الوجه بعمق، من هنا فرشة تلغين الصابون قبل بعدين بهذه. أنا هذه طريقة استخدامي أنا وبناتي. وهذه العطور حطيتها هنا لها، الفازلين، البودر حق ذا بيوتي سيكريت، لا مو ذا بيوتي سيكريت، حق فيكتوريا سيكريت، فيكتوريا سيكريت. وهذا تقريبا زي تستخدمينه مثل ما تحبين، تبينه معطر جو تحطين مويه وعطر، تبينه للوجه والعنايه تحطين شوي برتقال، مويه البرتقال، مويه ليمون، مويه خيار، مويه رز، وتشغلينه وتخلينه يبخر على الوجه. طبعا حتى رخيص مو غالي، واستخدامه مره حلو كذا، تحسين برذاذ وانتعاش، ومره ترى بخاره، ما ادري واضح لكم او لا، بخاره حلو ترى، ان شاء الله واضح لكم. هذه اخذناها للجوال، تحطينها على الجوال وتشولينها، وفيها 3 قوات، فحطيتها هنا عند المراية عشان لو بغت تتزين او شيء تكون اضاءة قريبة لها، مع انه ما يحتاج، بس كذا حطيتها لها هنا. نكمل الحين بالأدراج. طبعا قبل هذا الأرنب من آيكيا، من زمان حق أخوانها الكبار، وما شاء الله على أغراض آيكيا في الألعاب صراحة تعيش يمكن 17 سنة لها عندنا. وهذا عطر نفس الشيء على شكل أرنب. أول درج لها حق مكتب، مثل المكتب وأغراض المدرسة، حاطة فيه يعني أدوات المكتبية كلها. وثاني درج حق الربطات والشباصات، هنا سويت ذي الحركة الرول، أرتب كذا حسيت الرول تبع المناديل،
يوم خلص خذيته وحطيت عليه كل الربطات. وهنا هي طالبة هذا السيراميك لها، والكروم مرة حلو خفيف. طالبة نظارة من شيء، طالبة هذه اللفافات. وهنا الأشياء عشان إذا جت تسوي عناية ترفع شعرها. هذا خرابيط مناكير، هدايا جتها، والأقلام اللي تكتب على الجوال، ومرطبات طلبتها من شيء. وهنا في شيء الاكسسوارات وشيء للربطات، وعندها بعد هذا الرول اللي تستخدمه للمفرش. والديت الثالث ملابس، طبعا مو احسن شيء ولا ارتب شيء ولا افضل شيء، ما عجبني، بس حبيت اصور لكم المقطع واخلص امنتج وانزل لكم. نجي هنا لحق كرومي، في مقطع راح ان شاء الله احط لكم في صندوق الوصف. كنت اول ما رتبت المنظمات كيف مرتبه صح، وترتيب افضل من كذا، هذا مو افضل شيء، بس حبيت انزل المقطع لكم. هنا احط لها شراباتها، قصص اظافر، ربطات، قبعات، مريله الاكل، بعض الالعاب، بعض البامبرز والمناديل، شنطها، جزمه البيت، هذا شبشب البيت، جزمتها سندريلا، ناسين الفرده الثانيه عندها اللي قلت الخواتي يجيبوها معكم وانتم جايين. المهم هذا شوفوا اكيد شنطه من شيئين، مره عجبتني. طلبتها اختها الكبيره واقول خليها الكرومي، والله صغيره نتفه نتفه. شو حط جنبها تشوفون؟ شوفوا نتفه صغيره مره، حقت اطفال يعني، هي ثقيله خامتها حلوه، بس تصلح كذا الكرومي، مره صغيره صح الكرومي. الدرج الثاني، طبعا انا كنت حاطه كل الادراج فيها منظمات، بس اذا كثرت الملابس لا افضل تستغني عن المنظمات لانها تضيق عليك الدرج. فانا رفعتها وقفلتها من تحت بالسحاب وشلتها المنظمات، هي تتصفط وتتقفل بالسحاب من تحت. هذا ملابس كروم درجها، وهذا الملابس داخليه والشرابات. وزي ما قلت لكم مو افضل شيء، في ترتيبات احسن من كذا رتبه، بس حبيت اوريكم وش تحتوي عليه الدروج. تعرفون حاسة البنات والاطفال مرة كثيرة، حاولت قدر الامكان ارتبها. طبعا ملاحظة، لقيتها ماخذة اشياء مني عندي، من تسريحتي، من العناية، من مكتبي. يلا انا وياهم واحد، مشوها. اذا شفت اشياء عندي وعندهم هم ياخذون مني وانا اخذ منهم. هذه طالبتها من شيئين على شكل اسطوانات، تيجي خمسة مع بعض. إذا مهتمين بهذه الأشياء اللي طلبتها من شيئين اكتبوا لي بالكومنت، وراح أحط روابطها بصندوق الوصف. طلبت برضو هذه من شيئين، جبتني كذا لوحة فيها فراشة ومراحل اكتمال الهلال والقمر، أتوقع عشان تكون الفراشة من شرنقة الفراشة، وذكرتني بنفس الديزاين تبع شنطتها من شي ان، حسيتها كذا. هي عموما غرفتها ماخذة ديزاين فراشة، اكثر الاشياء حاطينها فراشات. وهذه برضو حلوة، قماش الصورة قماش، الافضل تنحط في اطار، بس انا حطيتها لها كذا. طبعا هذه الاشياء انا ما اختلفت فيها صراحة مرة، بس حطيتها على حسب رغبتها هي وطلبها، لانها غرفتها قلت يلا حطي اللي تبيه في غرفتك. برضو طلبت اكليل 4 حبات، حطيناها كذا على المراية، احس كذا اعطى المراية شكل حلو، بس انا لا في المراية عشان ما اعكس فيها واصور لكم. وهذه البرنسس مرة حبت هذا برنسس اسليب هير فوق سرير كروم، حطتها مرة حلوة رايقة عجبتني. هنا انتهت الجولة، أتمنى عجبتكم، لا تنسون اللايك ومشاركة اللي يهمهم هذه المواضيع، والاشتراك إذا مشاركة جديدة، وتفعيل زر الجرس عشان يجيكم كل جديد من محتواي. أشوفكم بفلوق ثاني، مع السلامة.